نحن في بلد تحولت السياسة فيه وللأسف من رعاية صالحة لشؤون الناس إلى مقامرة بمستقبله. قلت في ذلك واصفا السياسة غير الشرعية، قلت لسان حالي السياسة البائسة تلك. قم فقامر ثم قامر ثم قامر ثم خطط عكس ما كنت تجاهد، ثم عد شعبا وعده ثم عده ثم أهمل ثم برر ثم ناور، وإذا حللت ما كان حراما فعن إبليسك شاجر ثم شاجر، وإذا سكلين أنهت عقدها اجعل الشعب مكبا أو مطامر. فالوزارات غدت ليمونة فاعتصرها ثم ثابر ثم ثابر، احتكر كل شغور، عين الذئب مديرا أو رئيسا في الدوائر، وإذا التشبيح قد أضحى نظاما زهرة دون حياء أو ستائر، ما ليس التشبيح، شبح ثم شلح ثم أعلن له كم أنت مصابر. سح من الشرق إلى الغرب وقل إنني من أجلكم دوما أسافر، وإذا التسليح قد أضحى احتكارا فلتناور ثم حاور ثم حاور، وإذا الشعب لحق قد وعى عاود التخدير خدر ثم خامر، أغرق الناس بدين وربا ودعوا الجمهور يهتف بالحناجر، ولتفاخر بانتماء وطني ولدى أول ريح الحرب هاجر. وعن الأوطان حدث طويلا مع السفراء سمسر ثم سالر، وتقاسم نفط لبنان وغازا ثم قل من بعد قد حاقت مخاطر. صادر حقوق معلم ومفقه واطعنه سرا ثم أيد في المظاهر، أقص العقول عن المجالس دائما قرب سفيها ثم أكرم ثم شاور، والدين فاكر لا لزوم لذكره لكن صلاة العيد إلزمها وفاخر. شدد رجال العلم أفقر عيشهم، حدثهم عن جود رزاق وقاهر، واسلب من العلماء فتوى تسترح، رغب ورهب ثم وسل كل ماكر، اعمل وأتقن كل ذلك باحتراف، ولتطوف دائما حول الكبائر هذا وأبشر ثم أبشر ثم أبشر، إن لعنة ربنا أهوت أكاسر، هذه السياسة دون دين آفة أهوت بنا للدرك يا بئس المصائر، حتى نسينا أن دنيانا امتحان والجميع غدا إلى الديان صائر.